طبعا هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز يعني جهاز شحن البطارية وجهاز تشغيل المركبة في حالة تلف البطارية. بعيد تلوين ديناميك 420. شوف هنا هذا السويتش تشغيل او مفتاح التشغيل اون واوف. طبعا هذا المفتاح حسب انك تقوم بتعبئة البطاريات او شحن البطاريات راح تحطه على هالوضعية، وبتشغيل السيارة حطه على هالوضعية. زين، وعندك هذا له علاقة بالشحن البطارية مينيمم، وهذا طبعا في البوست زيادة طاقة في الجهاز، وهذا عندك عندنا سرعة الشحن بتكون هنا على رقم واحد بيكون بطيء، وهنا رقم اثنين راح تكون عندنا عملية الشحن سريعة. وهذا طبعا عداد قياس روينة، هني طبعا فيوز بروتكشن حق الجهاز نفسه، يعطونك فيه سبير اذا احترق بدل السبير الفيوزات هذه. وهذا هنا كيبل 12 فولت طبعا نحطه هنا، ممكن نستخدمه ك 24 فولت كيبل تشغيل. عندنا هنا الكيبل الاحمر، كيبل الاسود. الحين راح نجرب تشغيل السيارة. أول شيء راح تتركب النيجاتيف وهو سالب، بعدين راح نجيب الموجب ركبه تمام، نتأكد انه راكب زين. ركب الباب، شغل الكهرباء. اولا نحط على وضعية تشغيل المركبة، بعدين نحط على وضعية البوست ونخلي هذا واحد او اثنين، هذا له علاقة بالتشارج. بعدين شغل، بسم الله شغل، عقب منبنب، عقب اول ما تشتغل راح نفصل بوزيتيف بعدين نيجاتيف. عشان نشحن البطاريات عندنا طريقتين، ان نشحنها وهي موجوده في المركبه، او ان نطلعها خارج المركبه. حسب تقوم تبديل البطاريه اذا كانت تعبانه عندك او تبغي تشحنها، اول شيء راح تسوي راح تفك الحديده هذه او القاعده، لا تضيع الكليبات هذه، ثم راح تخلي النيجاتيف وتفك البوزيتيف. تفضل انك تلبس جلوفز اذا انت مو متعود. بعدين راح نبطل نيجاتيف او سالب ونشيل البطاريه. من جميع انواع البطاريات فيها مثل العين او مؤشر صلاحية البطارية، إذا كان اللون أبيض فغير صالح للشحن أو غير صالح للاستخدام، وإذا كان اللون داخل هذه البؤرة أو العين هذه الزجاجية أسود فأشحن، وإذا كان اللون أصفر أو أحيانا يكون أخضر فهي جيدة. شوف الريدنج 13.3 يوم بدي بنفحصها، تعطينا في الويك 8.8 فولت. حسب نشحن البطارية أول شيء راح ننظف الراس برش ولا أي شيء
تأكد ان الجهاز مبند، راح نركب الاسود اللي هو النيجاتيف. اذا نركب الاحمر عسى بنشحن، راح نحط السويتش هذا على وضعية البتري، وبنخلي هني طبعا بداية بنخلي على رقم واحد على المينيمم، عقب على رقم واحد راح نشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف عندنا الامبير زين، راح نشوف تأثير سويتش رقم اثنين زين، راح نشوف يوم نحط على وضعية بوست شو راح يستوي. طبعا يزيد بعد مرور فترة 12 ساعة، نشوف ان مقياس الامبير زاد، هذا دليل على انه تم شحن البطارية، وصلنا للثلاثين امبير تقريبا. طبعا ما ينصح انك تخليه لفترة ازود، لانه ممكن تحرر البطارية بسبب الشحن. بعد تمام عملية الشحن، اول شيء راح نسويه نبند سويتش، بعدين نخلع كيابل. نفصل كهرباء. هل البطارية راح نفحصها مع بعض. ركب السالب، عقب ركب الموجب، نشوف مع بعض اعطتنا تعطينا تقريبا 11 فولت، وراح نسوي التيست نشوف كم امبير فيها. اعطانا فوق ال 60 امبير 9.4. طبعا الحين ركبنا البطارية اللي شحناها وراح نجربها. شوف انه شغل في السيارة. الحين على اساس ان نتأكد ان المشكلة في البتري وليس في الديرمو تشارج، راح نفك الواير الاحمر، نفصله والسيارة شغالة. طبعا السيارة هذه لا زالت شغالة، يعني الدينامو تشارج عندنا سليم، المشكلة في البتري. وراح نشغل الليتات بعد، الليتات شغالة، البتري مفصول، هذا دليل على ان الدينامو تشارج جالس يشحن، المشكلة في البتري. ينصح انك تخلي السيارة شغالة لمدة نص ساعة، أو أنك تستخدم السيارة يعني في مشاويرك لمدة ساعة كاملة بدون ما تبندها. طبعا لا تبندها، لا تحاول تبندها، لأن في هذه الأثناء الدينمو الشارج أو الدينمو التعبية تكون تعبي البطارية اللي حطيتها اللي كانت ضعيفة. ومن ثم اذا وصلت البيت يعني بندها، وعقب حاول تشغلها مره ثانيه. اذا اشتغلت تكون امورك طيبه، وتكون البطاريه قد تم شحنها او انها صالحه للاستخدام مره ثانيه. واذا البطاريه يعني ردت نفس الشيء وفضت وما اشتغلت عندك السياره، فنصيحه بدلها. شفنا مع بعض عده اجهزه ممكن استخدمها لفحص البطارية أو تشغيل المركبة في حالة الطوارئ تلف عندك البتري، أو في شحن البتري. فالأخوان الجدد أنصحهم أنهم يستخدمون قفازات أثناء العمل على البطاريات. طبعا شوي راح تسوي لك إعاقة، ولكن حماية لك ولنفسك. في الختام أشكر جميع من تابع المقطع هذا من المشتركين والمتابعين. أتمنى من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت. أخوكم جمال ناصر مبارك بانفاري، كنتم في مقطع تعلم مع جمال، ونلتقي معكم في مقاطع أخرى. شكراً.